من الحلقات الخاصة بالمطابخ العالمية، رحلتنا اليوم على جزيرة لقبت بجزيرة السعادة. بحلقة اليوم حب الشيف يعرفنا أكثر على المطبخ السريلانكي. هاي شيف، هاي ملك، كيفك اليوم؟ بشكر الله. سريلانكا، سريلانكا اليوم كمان من المطابخ اللي هي تعتبر من شبه الجزيرة الهندية. مزبوط. هنعمل أكل أكيد هو بيعتمد فيه على الكاريز، بيعتمد على الخبز، على الرز. فحنعمل كم طبخة من هذا المطبخ. اوكي، حنبلش فيها. هلا حناخد توم، أول شيء حناخد نرجع نسخن شوي. أكيد فيها حر هيدا الطبخة. إيه بس هلا حتشوفي كيف الحر بيجي على جنب ما بيجي بقلبه. لأنه مشهورين بسريلانكا يعني كثير حار يا شيف. لا بيجي هيك وهيك، مثل كل المطاعم، مثل كل المطابخ بالعالم. بيجي عندك يا حر يا مايلد، بس هلا يمكن نحن بالنسبة لنا بنلاقي حر شوي زيادة. المايلد بنلاقيه حر. ما إجباري، ما إجباري، بس أنا مثلا بحب الحر. في أشياء بلاقيها كثير، بس الناس بيسألوا. بس الأكل طبعا يعني منه كثير حر أوقات، وأوقات كثير حر حسب الوصفة اللي عم تنعمل. أوكي، يمكن حسب المنطقة كمان. حسب المنطقة بتلعب دور شيف. أكيد. عندك بس كل مكان يعني شو بيقولوا بتختلف بين سريلانكا هي قبائل، اما كانوا قبائل عايشين مع بعضهم جايين مختلفين، في عنده تاثر بالهند، تاثر بماليزيا، تاثر بالبرتغيز، البرتغاليه، تاثر حتى بالهولنديه والانجليز. فلذلك اكيد محل ما كانوا موجودين اكثر بيكون يمكن اخف الاكل حار، اما هون زياده حار بيختلف. اوكي، هناخذ الثوم خليه يتحمر. فإذا لاحظتي عم استعمل توم، ما عم استعمل جينجر مثلا. اوكي، المطبخ الهندي مثلا بحطوا بالدال جينجر. مزبوط. بتفرق شوي، هدول ورق كاري صح؟ ايه، حناخذ بندوره. اوكي، لكن بالمطبخ السريلانكي ما كثير بيستعملوا الجينجر. لا ما قلت انا هيك. اوكي، انا بقول انه هي الطبخه مثلا لو كان بالهند كان فيها جينجر بالاليه، هي ما فيها. بس بيستعملوا الجينجر اكيد، لو هلا عندنا اطباق ثانيه اكيد فيها جينجر. فنشوف الفرق بين الطبخ الهندي والطبخ السريلانكي. أنا في عندك عالم قد بيضيعوا بين الاثنين، شو الفرق بيناتهم؟ عم يقولوا مثل السريلانكي بيشبهوا بعضهم بالمواد بس مختلفين شوي بطريقه الطبخ، اما حتى شوي بالطعمين. يعني اي طعمه الاطباق الهنديه اقوى؟ ممكن اقوى، ممكن اخف بمحلات، بس ما فينا نقول انه هي نفس الطريقه. البهارات السريلانكيه مثل البهارات التركيه هن ذاتهم